السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم أهم الأخبار العاجلة. الدفاع يوجه دعوة للمتقدمين للدورة 114 في الكلية العسكرية. حملة تفتيشية تنتهي بضبط مختبرات وهمية في شارع الكفاح ببغداد. القاضي زيدان يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش. مجلس البصرة يقر بالصعوبات، الحكومة شكلت بالتوافق وسنعمل بيد واحدة. أزمة تصدير النفط، أنقرة وأربيل تختبئان خلف الشركات الأجنبية التي تناطح بغداد. الدولار يستقر على ارتفاع، صرافات بغداد تبيع بأكثر من 153,000. اعتقلت 8 مطلوبين، الديوانية تنفذ حملة واسعة لحصر السلاح المنفلت. بايدن يبلغ نتنياهو بعدم شن عملية عسكرية في رفح دون خطة موثوقة. ليلة دامية، عشرات القتلى بغارات إسرائيلية عنيفة على رفح. مقررة أممية، يبدو أن إسرائيل تنتهك أوامر محكمة العدل الدولية. الجيش الإسرائيلي أعلن تحرير أسيرين اثنين خلال عملية ليلية في رفح. بغداد، استئناف اجتماعات انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. إليكم تفاصيل الأخبار. وجهت وزارة الدفاع اليوم الاثنين 12 شباط 2024 دعوة إلى المتقدمين للدورة 114 في الكلية العسكرية لغرض إجراء فحص اللياقة البدنية. وذكرت الوزارة في بيان إن الوزارة تدعو المتقدمين للدورة 114 كلية عسكرية والذين اجتازوا الفحص الطبي الحضور إلى الكلية العسكرية فرستمية لغرض إجراء فحص اللياقة البدنية وحسب الأرقام التعريفية التي تم تزويدهم بها والمرافقة طيا والمؤشر تواريخ الحضور. أزاء كل منهما مستصحبين معهم التجهيزات الرياضية مع مراعاة معايير النجاح المعتمدة في الاختبار وكما مبين أدناه. نفذت دائرة التفتيش في وزارة الصحة اليوم الاثنين 12 شباط 2024 حملة تفتيشية انتهت بضبط 6 مختبرات وهمية في شارع الكفاح وسط العاصمة بغداد. وذكرت وزارة الصحة في بيان انه تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي بمتابعة المؤسسات الصحية الخاصة، اعلنت وزارة الصحة عن ضبط 6 مختبرات وهمية في شارع الكفاح خلال حملة تفتيشية نفذت لمتابعة المختبرات الأهلية جانب الرصافة من العاصمة بغداد. وأضافت أن مدير القسم الدكتور حسام الدين أحمد بيّن أن الحملة شملت زيارة 18 مختبر رئيسي وجانبي تم خلالها متابعة الالتزام بالشروط الصحية والتعليمات الوزارية، مبيّنًا أنه سيتم إحالة أصحاب هذه المختبرات إلى الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية خدمة للصالح العام. استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين 12 شباط 2024 رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص يونيتاد كريستيان ريتشار والوفد المرافق له. وقال إعلام القضاء في بيان أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين رئيس فريق التحقيق الدولي الخاص يونيتاد كريستيان ريتشار والوفد المرافق له. وأضاف أن القاضي زيدان استلم ريتشارد تقرير هيكل الديوان بيت المال 2014-2017 لتنظيم داعش والأدلة الرئيسية التي اعتمد عليها التقرير. من جهتي أعرب فريق الدعم الخاص عن شكره لقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات لما قدمه من دعم إلى محقق الفريق في إنجاز التقرير. اعتبر مجلس محافظة البصرة اليوم الاثنين 12 شباط 2024 ان العمل الذي ينتظره ليس سهلا وتملأه التحديات والصعوبات، مؤكدا عزمه العمل بيد واحدة مع دارة المحافظة للمضي بتمشية عمل الحكومة المحلية. وقال نائب رئيس المجلس إسهام السعد ان الحكومة المحلية شكلت بشكل توافقي وجميع الكتل ابدت دعمها للمضي بخدمة المحافظة، معتبرا أن نواب المحافظة سيكون لهم عمل كبير في تسهيل وصول موازنات المحافظة سيما بعد أن مررت موازنات 2023-24-25، وعليه فإن جميع استحقاقات البصرة لا يمكن تأخيرها.
وأضاف أن البصرة لديها موازنات متنوعة من تنمية الأقاليم ومنافذ حدودية، وعليه ستكون هناك عدة أبواب للصرف المالية لتمشية عمل المحافظات دون تأخير المشاريع. وصوت مجلس محافظ البصرة الجديد يوم الاثنين الماضي على اختيار خلف البدران رئيسا للمجلس، وهو من تحالف نبني بزعامة هادي العامري، فيما انتخب إسامة السعد عن كتلة تصميم بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا للرئيس المجلس. استعرض الباحث بالشأن الاقتصادي في أقليم كردستان جواد ملكشاهي اليوم الاثنين 12 شباط 2024 ثلاثة أطراف وملفات لا تزال تعرقل: ملف استئناف تصدير النفط من كردستان العراق إلى الخارج عبر ميناء جيهان التركي. وقال ملكشاهي في حديث أن ملف تصدير النفط ملف شائك وينبغي أن تحل إشكالياته بشكل قانوني ودستوري، مبينا أنه على سبيل المثال هناك قضية تلفة الاستخراج وفق العقود الموقعة من قبل وزارة الثروات الطبيعية في الأقليم مع الشركات المنتجة، وهناك كلفة نقل النفط الخام عبر الأنبوب الممتد من الأقليم إلى ميناء جيهان التركي. وأشار إلى قضية تحديد غرامة حوالي مليار دولار تدفع من الجانب التركي للجانب العراقي بسبب ارتكاب مخالفة قانونية في عملية التصدير، مبين أن كل هذه الأمور بحاجة إلى حلول قانونية ودستورية، وعليه ينبغي إعادة النظر بالعقود الموقعة لكي يتسنى للأقليم إعادة ضخ النفط للأسواق العالمية. سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الاثنين 12 شباط 2024 استقرارا على ارتفاع ليصل لأكثر من 153 ألف دينار لكل 100 دولار. وقال مراسل بغداد اليوم أن سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة في بغداد سجل اليوم الاثنين 153 و 250 دينارا لكل 100 دولار، أما سعر الشراء فقد بلغ 152,250 دينارا مقابل كل 100 دولار. وكانت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد قد بلغت أمس الأحد 153,500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152,250 دينار لكل 100 دولار. أعلنت قيادة الشرطة الديوانية اليوم الاثنين 12 شباط 2024 اعتقال 8 مطلوبين للقضاء في مناطق متفرقة من المحافظة. وذكرت القيادة في بيان أنه بتوجيه شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان، نفذت قوة مؤلفة من الفوج التكتيكي مكافحة الإرهاب مركز شرطة الصلاحية ضمن عدد من الضباط والمنتسبين حملة أمنية واسعة النطاق في ناحية الصلاحية والمناطق المحيطة بها، مشيرة إلى أن العملية شارك فيها عدد كبير من الضباط والمنتسبين عن طريق نشر المفارز ونصب نقاط التفتيش للبحث عن المطلوبين ومحاصرة السلاح المنفلت وتفتيش العجلات والأشخاص، إضافة إلى تدقيق أسماء المطلوبين. وأضافت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 8 أشخاص وضبط كميات مختلفة من الأسلحة، فيما تم وعلى الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا ينبغي شن عملية عسكرية دون خطة موثوقة لضمان سلامة أكثر من 1,000,000 شخص في رفح. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما الأحد بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض. وأضاف البيان أن بايدن دعا لاتخاذ خطوات فورية ومحددة لزيادة كفاءة واتساق المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وأشار البيان لأن بايدن أبلغ نتنياهو بأن الهدف المشترك هو هزيمة حماس وضمان أمن إسرائيل وشعبها على المدى الطويل. وأوضح البيان أن بايدن ونتنياهو تناول خلال المكالمة الهاتفية الجهود المتواصلة لضمان إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين لدى حماس. ومساء الأحد قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي صادق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على مناطق مختلفة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة أدت إلى مقتل وأصابة عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء في تجاهل إسرائيلي واضح للتحذيرات الدولية. وأفاد مراسل أناضول بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت مساء الأحد وفجر الاثنين قصفاً عنيفاً على رفح قرب الحدود المصرية، كما قصفت الزوارق الحربية شاطئ البحر. وأوضح أن الغارات دمرت مسجد الهدى في مخيم
يبنى، ومسجد الرحمة في مخيم الشابورة، و14 منزلا سكنيا لعائلات المغير والمصري وأبو جزر وأبو الحصين وأبو رزق وآخرين في مناطق يبنى وخربة العدس والشابورة وتل السلطان وميراج ومنطقة مصبح ومخيم بدر. وبين المراسل الأناضول أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت النازحين على الحدود المصرية وقرب المستشفى الكويتي غرب المدينة، ووصل ما يزيد عن 63 شهيداً وعشرات الأصابات إلى مشافي المدينة، فيما تتواصل عمليات انتشال القتلى والجرحى من تحت إنقاذ المباني المستهدفة. وتناثرت أشلاء القتلى في الأماكن المستهدفة من شدة القصف، وملأ السحب الدخان الكثيفة جواء المدينة بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات. قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز الأحد إن إسرائيل تنتهك ما يبدو أوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة. وذكرت البانيز في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية أن إسرائيل تنتهك ما يبدو القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير كانون الثاني الماضي، والتي تطالبها باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية. وقالت أنها لا تتفق مع تفسير بعض الحقوقيين وإسرائيل للأوامر القضائية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية على أن الأفعال المذكورة غير محظورة طالما أن إسرائيل ترتكبها دون نية الإبادة الجماعية. وأوضحت المقرر الأممي أن محكمة العدل الدولية قضت بوجوب امتناع إسرائيل عن جميع الأعمال التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية. وفي وقت لاحق نشرت البانيز مقابلتها مع الغارديان على حسابها بمنصة إكس، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة باحترام قرارات المحكمة، ويتعين على الدول أن تتحرك بشكل حاسم لمنع وقوع المزيد من الظلم. أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين تحرير أسيرين اثنين خلال مهمة ليلية في رفح تزامنت مع قصف عنيف أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين بالمدينة الأخيرة التي كانت آمنة في القطاع ويقيم فيها نحو 1,400,000 إنسان. وقالت هيئة البث الإسرائيلية في بيان أن القوات الأمنية قامت بتحرير المخطوفين لويس هير البالغ من العمر 70 عاماً وفراندو سيمون مرمان البالغ من العمر 60 عاماً الذين تم اقتطافهما في كيبوتس نير إسحاق، وأضافت أنهما بخير ويخضعان لفحوصات طبية في المستشفى والتقي ذويهما وجرت العملية تحت إطلاق نار واستمرت نحو الساعة. وقال المتحدث العسكري دانييل هاغاري إن القوات وصلت بصورة خفية إلى منزل في الطابق الثاني لمبنى في قلب رفح واقتحمته بعد تفجير الباب واشتبكت مع أسيرهما المسلحين الثلاثة فقتلتهم. قال يحيى رسول المتحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن اللجنة العسكرية العليا استأنفت في بغداد اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر ووضع جدول زمني لخفض تدريجي ينهي مهمة قوات التحالف في البلاد. جاء ذلك في بيان صادر عن يحيى رسول وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وأوضح رسول أن اللجنة العسكرية العراقية العليا استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد يوم الأحد 11 فبراير شباط 2024 لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية، وذكر أنه سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض المدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية دون مزيد من التفاصيل. وزاد طالما لم يعكر صف المحادثات شيء فإن الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة.